تقصح شي واحد. أعزائي المشاهدين، مواكبة لهذا التطور الذي تنظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمشاركة مجموعة من الفعاليات الرياضية، كنستضيفوا سي عزيز السمدي عن اللجنة المنظمة باش يسلط الأضواء حول التطور. سي عزيز مرحبا بك. مرحبا سي محمد. شنو يمكن لك تقول لنا حول التطور سي عزيز؟ واش غادي نقول لك، هذه بعد واحد السنة الحمد لله كل سنة في يعني بعد المناسبة ديال شهر رمضان المبارك، يعني كنعملوا هذا الدوري ديال الدوري الرمضاني اللي وصل دابا في النسخه ديالو السادسه، اللي كيجمع واحد العدد ديال الموظفين والمنتخبين ديال واحد العدد ديال المؤسسات. هذه السنه هذه بالاضافه للجهه اللي هي المنظمه هذه السنه اللي ارتأت انها تاخذ المشعل ديال هذا التنظيم ديال هذا الدوري الرمضاني، بالمشاركة ديال طبعا المقاطعة الأربع والجماعة ديال طنجة والغرف، سواء الغرفة ديال التجارة والصناعة ولا الغرفة ديال الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى العمل ديال فحص أنجرة هاد السنة اللي نضافوا عملت فحص أنجرة والمديرية المديرية ديال الضرائب والمؤسسة ديال العمران والولاية، ولاية جهة طنجة تطوان. هادو هما الفرق المشاركة، والحمد لله دابا اليوم وصلنا اليوم الثاني من هذا الدوري اللي كيمر في أجواء جيدة، كيطبعها يعني الأخوة ما بين يعني العناصر المشاركة في هذا الدوري، والحمد لله الأمور ماشية في الغالب.